قول لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل الساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. سورة آل عمران 189 آیت نمبر سورہ آل عمران 189 آیت نمبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والله على كل
شيء قدير. الظالمين من أوصال
ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العلي العظيم. من عند عجيل ظهور غائب من زمان عليه السلام بواسطه بلند صلوات.